الحين جئنا اليوم لبلدية بنقشة الحدودية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لاقتراع الانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. بالنسبة لولاية الواد هناك 21 مكتب متنقل، من هذه المكاتب المتنقلة هناك مكاتب متنقلة قدمت ب 24 ساعة و 48 ساعة، فالمكاتب المتنقلة المقدمة ب 48 ساعة هي 6 مكاتب على مستوى الشريط الحدودي لدائرة الطلب العربي، وتخص بلديات بنقشة الطلب العربي ودور الماء. مجموع الهيئة الناخبة للمكاتب المتنقلة على مستوى ولاية الواد قد بلغت 11,068 نخل. نأمل إن شاء الله أن أهلنا البدو الرحل إن شاء الله يؤدوا واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف إن شاء الله. انطلقنا على الساعة 7:30، الإجراءات على أحسن ما يرام، ونتمنى تكون عملية في أحسن ما على أحسن ما يكون إن شاء الله. النقاط اللي رانا حينا قرية الشباب، خماد محمد الصغير، نقطة 60 وسبيس إن شاء الله. فوتت على الرئيس إن شاء الله بصلاح الحال ونصر الأوطان إن شاء الله. أديت الواجب نتاعي انتخابي، والعملية راهي ناجحة كل وضوح والحمد لله، ونطلب من صلاح الحال للبلاد، ونطلب من المواطن يخرج يصوت. نتمنى هذا الانتخاب إن شاء الله يكون ناجح، ورانا خرجنا بحملة الانتخاب الطلب العربي صندوق الرحل، وربي إن شاء الله يأتينا بالنصر للبلاد والهناء.